نكمل مع بعض في سلسلة الملخصات وبنكمل في ملخص القسم السابع، ملخص الرد على حفريات ادعاء تطور الإنسان، وبناخد الملخص 142 والطبقة اللي اكتشف فيها الجمجمة الكرسية 1470 اللي تثبت كذبة تطور الإنسان بوضوح. نكمل في هومو رودولفنسيس والحفرية الشهيرة كي ان ام اي ار 1470، فعرفنا من قدمها انها وضحت ان القردة المزعومين مراحل تطور الانسان زي استرالوبيسكس وهابلس انه خطأ، ودول قردة بيعيشوا مع الانسان اللي كان موجود معاهم وقبل كمان بعض من انواعهم باعتراف اشهر العلماء، وان الكلام اللي بيدرس لولادكم لسه حتى الان العلماء اعترف انه غلط. علماء لما لسه المناهج اللي لسه بتدرس لاولادكم من استرالوبيسكس اتطور لهابرس اتطور لهومو رودولفنسس واريكتس، العلماء عارفين ان الكلام ده غلط. عرفنا انها لصبي بشري صغير بحجم مخ 775 سنتي مكعب او اكبر زي صبي بشري طبيعي، مخه اكبر من جدوده المزعومين اللي لسه ما ظهروش، واللي لما هيظهروا بعده بفرضيه اعمار الطبقات الخطا هيكون مخ اصغر. ووضحت الجمجمة أن كل هذا الكلام خطأ. نيجي للطبقة المكتشف فيها هذه الجمجمة والكارثية بتاعت هذه الطبقة. ما هو أكثر كارثية؟ أنها اتوجدت تحت طبقة حمم بركانية معروفة باسم كي بي اس طف. الطبقة دي ده سبب إشكالية كبيرة وهي قصة هذه الطبقة. الطبقة دي قبل اكتشاف هذه الجمجمة متحدد عمرها بالمقياس الإشاعي بأكثر من مقياس، إنها ما بين 212 ل 230 مليون سنة، وده اتنشر بوضوح في المجلات العلمية وبأمر مقاس بالمقياس الإشعاعي ولا خلاف عليه. والطبقة دي استخدمت في تحديد أعمار حفريات كتيرة منها بعض الزواحف القديمة وبعض الديناصورات، وكان النقاش على عمر الحفريات في هذه الطبقة غير مقبول. ليه؟ ده متقاس، هتجادل في المقياس الإشعاعي؟ دي الطبقة دي اتقاست بأكتر من مقياس إشعاعي وطلعت ما بين 213 ل 230 مليون سنة، وده تحققوا منه أكتر من مرة. كويس؟ لا مش كويس. لما ليكي لقي هذه الجمجمة البشرية في هذه الطبقة وهذه الطبقة عمرها قديم، ده مدمر لادعاء الأعمار والتطور بالكامل، وخاصة أنه حددوا عمر الجمجمة دي بأقصى حد تكون 2.9 من 10 مليون سنة، فازاي موجودة في طبقة من 230 مليون سنة؟ كيف يوجد جمجمة بشرية من 2.9 من 10 مليون سنة في طبق من 212 ل 230 مليون سنة؟ نصدق مين فيهم؟ حاولوا يطلعوا بقى بكل الاختراعات والفرضيات الخيالية اللي تتخيلوها. في الأول قالوا إيه؟ هي فعلا الطبقة 230 ده متقاس بالمقياس الإشعاعي وفعلا لقينا فيها حفريات تثبت قدمها، لكن يمكن حصلت فيضانات حركت الطبقة وجعلت الطبقة دي تترسب فوق الجمجمة اللي من 2.9 من 10 مليون سنة. طبعا هذا التفسير الفرضي فشل. ليه؟ لم يجدوا أي دليل على تحرك الطبقة دي. طبقة متحجرة متصلبة من وقت زمن تكوينها وترسيبها. العجيبة أنهم توصلوا إلى احتمالية من الاثنين. الاحتمالية الأولى لما فشل الموضوع الأولاني والاختراع الأولاني اللي حاولوا يخترعوه، قالوا يبقى الطبقة عمرها بالمقياس الإشعاعي قد يكون خطأ. يا سلام، ده طفل في ستة ابتدائي يوصل هذا الاستنتاج بسهولة. أيوة المقياس الإشعاعي غلط لأنها متقاسة بمقياس إشعاعي وجمجمة أثبتت غلط. أحد الاحتمالات الثانية اللي قدموها وقد يتعجب ليها البعض، قالوا أنه يمكن يكون كائنات فضائية جت من 212 مليون سنة ومات واحد منهم سابت الجمجمة، والجمجمة بتاعته بالصدفة البحتة تشبه البشر. أنا مش بتاري أو مش بسخر، صدقوني نادى بيه بعض العلماء التطوريين عشان ينقذوا التطور من هذه الكارثة والفضيحة أن يلاقوا جمجمة بشرية حديثة طبيعية في طبق من 230 مليون. لكن أنا أتساءل ليه مصرين عن عمد لا يضعوا الاحتمال الثالث، احتمالية خطأ التطور والحقب، وأن الصحيح التصميم والطوفان اللي دفن هذه الجماجم. فبعد ما اكتشفت هذه الجمجمة، فيتش وميلر اللي كانوا محددين عمر الطبقة بالمقياس الإشعاعي قالوا لا نغير ونقيس بمقاييس أخرى، فاختبروها ببوتاسيوم أرجون سبيكترم وأيضا أرجون أرجون اللي هو الغازي وأرجون أرجون سبيكترم، وقالوا نختار الأعمار الصغيرة، فسابوا المقاييس الكبيرة اللي ظهرت عندهم وقالوا يبقى خلاص مش 230 يبقى 2.6 من 10 مليون سنة بس.
ورفضوا نتائج أبحاثهم الأولى فقط عشان يغطوا فضيحة وكارثة إن اكتشاف جمجمة لإنسان بشري طبيعي حديث في طبقة عمرها من 230 مليون سنة. إيه رأيكم؟ هل ده يدعوه علم؟ التطور ليس علم. يقبلوا اللي يناسب فرضيتهم، ولما تظهر أدلة مقاسة تخطئها يخالفها يرفضوه. لو ما كانتش اكتشفت هذه الجمجمة في هذه الطبقة كانوا هيظل يقنعونا ان الطبقة دي اللي متقاسة من 212 ل 230 مليون سنة اوعى حد يفاصل في عمرها، دي متقاسة بالمقياس الإشعاعي بأكتر من طريقة، ويفضل يقدعوا البسطاء بهذه الطريقة. فبالفعل موقع عمر الأرض، الكلام ده مش أنا اللي قلته، الكلام ده قاله بس بطريقة أخرى، قال تحت اسمها ان هذا العمر رفض، اللي هو العمر 230 مليون سنة رفض بس فقط لوجود جماجم بيثيكاس وثدييات وبشر في هذه الطبقة. يعني لو ما كانوش لقوها كان هيفضل عمر الطبقة دي 230 مليون سنة. ايه رأيكم في علوم التطور؟ الموضوع ده هنكمله في الملخص الجاي، لكن عايز تفصيلات الموضوع بالمراجع وشهادات العلماء يقدر يرجع للموضوع التفصيلي في موقع drghali.com بعنوان تطور الإنسان الجزء الثاني والستين، والطبقة اللي اكتشف فيها الجمجمة الكارثية KNMER 1470 اللي تثبت كذبة تطور الإنسان.